مرحبا بمتابعي قناة فاني تي في. واللي مش مشترك زاد يشترك معنا باش توصلوا الحاجات المزيانة والحاجات المهينة. اليوم باش نوريكم حاجة بديهية على الآخر، هي بالنسبة للجهة الإسبانية معروف برشا. أما فما مشكلة ما نلقاوهاش عند الناس كلها، كي يعمل بانيه ما يجيش بنين، يجي ناقص ولا يجي كأنه كوش وبرا. باش نوريكم السر نتاعو كيفاش تعملوه. يعني الدجاج قصيناه تريفات شوية ملح وشوية عظم كاو ماهوش مشكل هكاك، يتحط لهنا العظم شفت خلطوه مليح العظم، بعد مرة سويت تخرجوا بالحيدة بالحيدة. أول بلاصة يمشي لها هي الفرينة، وبعد الفرينة نعاودو نرجعو العظم زادا مرة أخرى، وبعد العظم ننزوه للشابلور. الشابلور اللي هو خبز مبشروع على مسافة صعبة، جربوها وتشوفوا لا ديفيرونس كانكم أول مرة تعملوا دجاج بانيه. كيما قلت لكم حطوه في الفرينة، هز مع الفرينة كيما تشوفوا البداية، من بعد نعاودو نرجعوه في العظم مرة أخرى، نغطسوه، خرجوه ديريكتومون في الشابلور. بعد ما نعمل العملية هذي نحطوه في الفريزر اللي هو الفريجيدير كونجيلاتور، ياخد راحته بالبدا يبرد مليح مليح. من بعد ديريكتومون هو بارد هكاكا نحطوه ديريكت في زيت السخون هذا هكا هكا سي بون خلاه غردو كيما العادة، نحطوه في الشابلور مرة أخرى. هلا شفتها، أما كيما قلت لكم بعد ما تعمل هكاكا لازم يتحط في الفريجيدير الكونجيلاتور يبرد. فوالا كملنا القليان كما قلت لكم بعد ما خرجته من الفريجيدير ديريكتومون قليته. فوالا راك تشوفوا الريزلتا شنو، شفتوا كيفاش، شفتوا القرميشة أمور مريقة كيما اللي تاخذوه دجاج كنتاكي ولا فيرو ولا فيرو كل تحكي. فوالا اللي يحب هكا بالنسبة للفير يحب يزيد في الأكحل، واللي يحب يعمل ملح شوية، كل حد حر يعمل كيما يحب وتاكلوا بالشفاء إن شاء الله. وكان عجبتكم ما تنساوش تعمل أبونمون في القناة، نعطيكم ديما لي زاستيوس وديما الحاجات المزيانة إن شاء الله باش فيها ليكم كل.